بسم الله الرحمن الرحيم، إخوتي في الله، أبشركم أن هذه الليلة الخامسة عشر من شهر رمضان. I give you the good news that this is the 15th night of Ramadan, نصف الشهر, half the month. والله سبحانه وتعالى أقدرك على الصيام كل يوم وقيام كل ليلة. And Allah subhanahu wa ta'ala gave you the capability to fast every day and to fast every night. فَلَا بُدَ أَن تُوَاصِلْ وَتَسْتَمِرْ بَعْدَ رَمَضَانِ وَتَجْزَمْ مِنَ الْآنِ. أنت قادر. نعم. You have to make a decisive decision, a resolute decision to continue fasting and continue praying after Ramadan. أنت قادر. You can do it. نعم. وَهَذَا الَّذِي حَثَ عَلَيْنَا ديننا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله ابن أمر: يا عبد الله لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يا عبد الله أنت لا تكون هكذا. نعم. Prophet صلى الله عليه وسلم said to عبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله, don't be like فلان, don't be like this person. He used to pray at night, then he left off praying at night. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل, لو كان يصلي من الليل, فبعد ذلك ما ترك قيام الليل. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم سيد عبد الله بن عمر: what a good man he is. نعم الرجل, he's a good man, but only if he prayed at night. نعم. يعني كان أتم له, would be better for him. And after that, he didn't leave off the night. وهكذا مع الصيام, كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصوم اثنين والخميس, or يصوم الأيام البيض. The Prophet صلى الله عليه وسلم used to fast just 2 days in a week, just 2 days. القادر على كل يوم. You're able to fast every single day. اثنين والخميس, Mondays and Thursdays, all the three white night days of the month. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر أشاهد الاستمرار على الخير أنتم قادرون. Prophet صلى الله عليه وسلم said, whoever fasted Ramadan then follows it up with 6 days in Shawwal is as if he fasted the whole year. The point is that we continue in good deeds. لا تنقطع. Don't stop. وبهذا نخبركم أننا أكملنا هذه الكتاب الذي كنا فيه, تحفة الأصحاب بمختصر الآداب. This book with brief etiquettes. ألفه أبي عبد الله علي بن عبد الله الجزيمي القفري. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.